بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية كنتوجه بالشكر للأعضاء المؤسسين ديال المنظمة العالمية للسلام واندماج الصحراويين، منظمة اللي كتهدف للتأكيد المغربية ديال الصحراء، الصحراء كانت مغربية وستظل مغربية، وسنعمل على الخلق أو سندافع على مغربية الصحراء من خلال هذه المنظمة ومن خلال الأهداف اللي سطرناها على المستوى القريب أو البعيد أو المتوسط، وسنعمل على تحقيقها بجميع الوسائل المتاحة وخاصة على المستوى القانوني والقانون الدولي بالخصوص. سنقول للعالم أن الصحراء مغربية وستبقى مغربية بجميع الوسائل والآليات المتاحة للمنظمة، وشكراً.